معانا برضو رأي مهم جدا، كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين في نادي زد. تحياتي ليك كابتن علاء. الو كابتن علاء. ايوه كابتن اسامه، ازيك؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله مبروك للنادي الاهلي وصعوده ان شاء الله باذن الله بعد المباراه الثانيه في القاهره باذن الله. الله يبارك فيك يا كابتن، واتمنى لك ان شاء الله التوفيق في المهمه الجديده رئيس قطاع الناشئين في نادي زد. الله يخليك يا اسامه، الله يخليك حبيبي، الله يبارك لك. كونتوا الفرق خلاص يا كابتن علاء؟ على صدق خلاص، على يعني بتكون الفرق، وعلى اول الشهر ان شاء الله تكون الامور كلها وضحت، لان طبعا الاوراق والمشاكل الاداريه مش هتبان الا بعد كل المدارس والجامعات، على اساس نتاكد من صحه الاوراق من اللعيبه، وفي بعض اللعيبه ما بقاش اوراقها مظبوطه. تمام. فبدانا بقى المدارس دخلت والجامعات، فان شاء الله في خلال اسبوع تكون استقرينا ان شاء الله. كونتوا كل الاعمار السنيه في نادي زد ولا لسه في فرق ما تكونتش؟ لا انا عندي 2001 2003 2005 6 7 8 9 10 11. يعني ما فيش فريق للشباب مواليد 99؟ لا في، لا لسه. راي كابتن علاء نبيل، وطبعا راي كابتن علاء دايما مهم، في قضيه القيد في الموسم الجديد ايه؟ بالنسبه للاعداد؟ بالنسبه للاعداد طبعا. والله يا كابتن اسامه انا شايف اللي هو قرار صائب جدا. قرار يصب في مصلحه الكره المصريه، لان احنا النهارده الاعداد اللي بتقيد الانديه اعداد غير طبيعيه. انا اقول لك حاجه، انا لما كنت في المقاولين من 3 سنين انا كنت مقيد 800 واحد في قطاع به، 800 واحد ما شاء الله، 800 800 في جميع المراحل السنيه. وحصلت مشاكل واولياء الامور يقول لك انا بدفع وابني ما يلعبش ليه وما بيلعبش ليه، ووضع طبيعي لو راجل بيدفع عايز يشوف ابنه بيلعب طبعا. تمام. نعم بتخش في مكاسب ماديه للنادي، لكن بامانه كناحيه فنيه لا، لان هو لو كان كويس كان اتاخد. كان اتاخد لالف وكان لاعب وكنت تهتم بيه والحاجات دي كلها. فهو الموضوع مادي من الدرجه الاولى، مكاسب ماديه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها، انت النهارده حتى لما يجي لك المواهب وزعها على الانديه، مش شرط الاهلي والزمالك والمقاولين وانبي يعني ياخدوا كل حاجه، لا يعني وزع على الانديه. وليه الامر لما الاقي ابنه عنده موهبه وما فيش في المقاولين هياخده يروح الداخليه، هيروح يروح الجيش، هياخده يروح البروجيكت، هيروح هيوزع على 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 فرق مصر كلها وعلى انديه مصر كلها. هتلاقي المسابقات في تنافس شديد. تمام. تيجي تقول على مستوى المنافسات هتلاقي هم الاربع انديه اللي بقول لك عليهم دول هي المنافسات بتاعتهم، المقاولين واهلي وامتي وزمالك. غير كده مش موجودين على الساحه. طب وبعدين؟ واخد بالك؟ فانا شايف ان الاعداد دي لصالح الكره المصريه بصراحه. كابتن علاء نبيل، قبل ما يصدروا قرار ممكن خدوا رايه ولا ما خدوش راي حضرتك يا كابتن علاء؟ والله لا، خدوا راي. خدوا راي حضرتك؟ خدوا راي. صعب جدا الانديه العادات اللي عندنا مواهب كويسه. خدوا راي حضرتك على المستوى الشخصي ولا كان في اجتماع في اتحاد الكوره؟ لا لا، مع رؤساء قطاعات الناشئين. لا, لا, لا كانت قاعده كده وديه. قاعده وديه. قاعده وديه، لكن كمستوى على مستوى قاعده الناشئين لا، مفيش. ما تقدرش تعمل كده، ليه؟ ده قرار اللجنه الخماسيه اللي خدته ونفذته، لان طبعا حتى المسابقات يا كابتن اسامه، المسابقات بتبقى دون المستوى. يعني لما تركز انت في 30 لعيب النهارده او 35 لعيب. يبقى انا عندي في زد مثلا، انا عندي مثلا 2010. تمام. الالمان قالوا اللي بتلعب 6 جون يبقى عندك 7 لعيبه، يبقى الماكسيمم بتاعك 16 لعيب. تمام. عشان يبقى التركيز 3 فرق. عشان كده يبقى التركيز على هذه المجموعه. واخد بالك؟ خلينا نبقى صراحه، يعني ليه عمالين نلف وندور؟ بعض الانديه بتحتاج الماده في سبيل ان هي تأيد، هو بس بيستغل اللي ولي الامر عايز مثلا ابنه يطلع له كارنيه باسم نادي فلاني. تمام؟ عشان يبقى هو لما يروح اي حته على كده يقول له ابني كان بيلعب في نادي الفلاني وهو الكارنيه بتاعه اهو. ادي واحد. الحاجه الثانيه ان الانديه بتستغل هذا في الدخل المادي. بقول لك في دخل بيخش لي. نمره 3، في انديه بتبقى فيها حته المجامله بالنسبه للاعضاء، يقول لك انا عضو في النادي ومن حقي ابني يلعب كوره، فطبعا دي بالنسبه له بتبقى منفذ
ليه اللي هو يرضي العضو وفي نفس الوقت اهو ابنه موجود ما فيش مشكله ولا بيتحاسب ولا بتاع. طيب راي حضرتك كابتن علاء في عمليه القيد؟ كان القيد السنه اللي فاتت حضرتك كنت موجود في رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولين، كان اول اسبوع من كل شهر. النهارده بقى خلاص في القيد في الاول في بدايه الموسم، وبعد كده في القيد الشتوي من 15/2 ل 15/3. ما انت طول ما اسكنت طول ما قللت العدد انت هو كان في اول كل شهر ليه؟ عشان عندك اعداد كبيره، لقيت حد كويس واخد بالك بتروح هاته او غيره مثلا من النادي الثاني. لكن هو طبعا وضع طبيعي ان انت قللت العدد، فانت خلاص استقريت على المجموعه دي بتشتغل معاك انت. المجموعه دي بص احنا في شهر كام دلوقتي؟ احنا في شهر 10. شهر 10 سوري. يعني اي مسابقه مش هتبتدي قبل 2011 باي حال من الاحوال، بعد القيد ما ينتهي طبعا. فانت بتتكلم النهارده القيد الثاني في شهر كام؟ شهر 2. شهر 2 يعني عندك شهر 12 وعندك شهر 1. شهرين ما انتش قادر تستحمل فيهم؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيجرى في خلال الشهرين دول اللي الدنيا تتقلب وانت بقى عندك لعيبه عايز تستغله؟ طب ما انت عندك السنه كلها. واخد بالك؟ فالموضوع قريب بس هو طبعا في ناس المصطلحات والتغيير عندها لهم شويه قلق يعني. ولكن لكن تيجي تفكر بقى بعقلانيه عندك شهرين وبعد كده عيد اللي انت عايزه في شهر 2. يعني اذا النهارده كابتن علاء نادي زد يعتبر من اكبر المستفيدين من عمليه القيد في الموسم الجديد. لعلمك انا ما استغلتش ولا واحد من اي لعيب لعب في اي نادي. انا جالي فوق ال 5000 لعيب ولا واحد بيلعب في اي نادي. عشان ما حدش يقول اللي احنا استفدنا. احنا ما استفدناش. انا جالي ناس، انا كان الكابتن هشام حنفي قاعد جنبي في الاختبارات. احنا جالنا مستويات. هشام بيقول لي ما جاتليش في النادي الاهلي. ما جاتليناش في النادي الاهلي لما كان موجود في النادي الاهلي. تمام. فاحنا جالنا مستويات. احنا يعني دي يعني يا كابتن اسامه دي دراسه اللي فيه مواهب كتيره جدا موجوده، واخد بالك؟ وكتيره. وجات وناس، جات لنا ناس من اسوان، وجات لنا ناس من الاقصر، وجالنا ناس من مرسى مطروح. انا ما خدتش ولا لعيب مقيد من اي نادي، ولا واحد طلبت منه استغنى عشان يجي، ولا واحد النادي قال له عايز تمشي هات مش عارف ايه، ولا واحد. انا كل ده باسم النادي او باسم الناس اللي موجوده وقدرت تعمل كده. واحنا دايما عايزين القرارات دايما تكون في صالح الناشئين والاشبال والبراعم. كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، كل التوفيق ان شاء الله ليك خلال الفتره القادمه.